من محمد لسوسن سراج الدين اللي معانا عبر الهاتف. سوسن كانت واحدة من أوائل الثانوية العامة دفعة 2022. سوسن بعد تفوقها في الثانوية العامة قررت إن هي تكون مختلفة، قررت إن هي تبقى عملية وتتجه نحو كليات المستقبل، وبالفعل دخلت كلية الفنون الرقمية والتصميم بجامعة مصر للمعلوماتية. خلونا نتعرف من سوسن عن رحلتها ما بعد الثانوية العامة. صباح الخير يا سوسن. صباح النور. يعني احكي لنا الاول قرارك واختلافك، انت قررت ان انت تبعدي بقى عما يسمى بكليات القمه وتدخلي واحده من الجامعات الجديده. احنا بنتكلم على يعني بتتكلمي على او جامعه التصميم الرقمنه، كليه الفنون الرقميه والتصميم بجامعه مصر للمعلوماتيه. ايه المختلف وايه اللي شدك علشان تدخلي الكليه دي تحديدا، وازاي حياتك اختلفت لما دخلتي؟ هو اول حاجه طبعا انا كنت بحب الرسم قوي من وانا صغيره، بس ما كنتش عمري تخيلت ان انا هاخده ككارير، كنت دايما بفكر هدخل واحده منهم. لكن بعد ما فكرت فيها حسيت ان انا لا، انا لو اشتغلت في حاجه انا بحبها وعندي شغف فيها ممكن اعمل فيها حاجات كبيره واحسن كتير. ولما لقيت الفرصه بقى، لما جالي المنح ولقيت ان الجامعه دي بتهتم خاصه بالتكنولوجيا، يعني مش رسم اللي هو على ورقة وقلم، لا هيبقى رسم رقمي والمجالات اللي فيها حلوة وفيها شغل هنا في مصر وبره مصر. فقلت لا، هتبقى أحسن كتير. ورحت زرتها وشفتها وشفت الأجهزة واتخذت رأيي خلاص إن أنا أخدها. سوسن طبعا يعني بعد التحية، بس واحنا بنتكلم عن الكلية دي تحديدا والتخصص ده، بنتكلم كلية الفنون الرقمية والتصميم، كلية جديدة تخصص جديد، ما خفتيش قبل ما تدخلي ان انت تقولي او حتى حد من اسرتك هتشتغلي ايه بعد كده، هتعملي ايه بعد كده، ايه المجال اللي هتدخلي فيه بعد كده؟ ما جاتش كل الاسئله دي في ذهنك انت او حد من اسرتك؟ هو اكيد ده حاجه اساسيه لازم قبل ما تتخذي اي قرار، ان انت تعملي بحث الاول عن الحاجه اللي انت داخلاها وتشوفي شغلانتها ايه، وهل هي متوفره هنا في مصر او بره مصر، ولما تتخرجي تشتغل ايه. فلا اكيد السؤال ده جه في ذهني طبعا، وقبل ما اصلا اسجل كنت بعمل سيرش وببحث وشوف، ولقيت فعلا انها ليها شغلانات. لقيتي ايه بقى؟ قولي لنا. التخصصات زي مثلا انا بالنسبه لي هدخل تخصص اللي هو تصميم الالعاب اللي هو جيم ديزاين، وفي هنا في مصر لسه شركات الجيم ديزاين مش موجوده، ولكنها موجوده في بقيه الدول في الوطن العربي زي السعوديه، الامارات، المناطق اللي هي الخليج، وغير كده موجوده بره في اوروبا وامريكا. فانا بالنسبه لي دي حاجه حلوه، ان انا عايزه اشتغل في شركه بعد ما اخلص. فلما لقيت ان هو ليها مجالات زي كده واماكن زي كده، خاصه انا عايزه اسافر بره، فلا انا حسيت انها احسن كتير فقلت لا هاخدها. طيب ازاي شايفه اهميه بقى الكليات الجديده دي تحديدا في سوق العمل في المستقبل؟ سوسن؟ الو، بقولك ازاي شايفه اهميه الكليات الجديده اللي موجوده وربطها بسوق العمل في المستقبل؟ هو الكليه زي ما انا قلت ان هي مهتميه بالمجالات اللي هي فيها سوق عمل. يعني هم قبل ما يبداوا، يعني هم مثلا الجامعه دلوقتي اللي هي فنون رقميه فيها 6 مجالات تخصصات، بمعنى صح 6 تخصصات. لحد دلوقتي فتحوا 2 اللي هي الجيم ديزاين واليو اي يو اكس. ليه فتحوهم؟ لان هما دول يعتبروا اكتر 2 مطلوبين الايام دي، وخاصه كمان ان جامعه مصر المعلوماتيه الجامعه الوحيده في مصر اللي فيها اللي هي الجيم ديزاين. مفيش ولا جامعه في مصر فيها الجيم ديزاين. فهم لما لقوا ان مفيش ولا جامعه فيها جيم ديزاين، والمجال ده اصلا مطلوب ومشهور جدا وبدا يبقى له سمعه وكده بره خاصه، ففتحوه. فطبيعي اكيد ان هو هيبقى له شغل بعد كده. سوسن انا ملاحظه ما شاء الله في كلامك ان انت حاطه خطه، يعني انت محدده وعارفه انت عايزه تعملي ايه، وقلتي انت عايزه تسافري بره، بس ده يتطلب منك كمان اعتقد مجهود كمان اكبر شويه. يعني انت مفروض مثلا دلوقتي هل في تدريب مثلا في اجازه الصيف، في كورسات تانية بتاخديها، ايه الخطه اللي انت رسمها لنفسك عشان تقدري ان انت تسافري بره وتبقي من المتميزين في المجال ده؟ لانه زي ما قلتي يمكن احنا عندنا في مصر لسه السوق بالنسبه لنا جديد، ما عندناش شركات جيم ديزايننج، مع انه سوق ضخم بالمناسبه وليه اقتصاد كبير جدا، لكن بره هو موجود. طيب انا بطبع بالنسبه لي انا لسه في سنه اولى. طيب فالصيف دوت الجامعه بتوفر لنا تريننج اللي هو في الشركات وكده، لكن ده بيبقى لسنه تانية.
يعني اول ما بتتخصصي بيبداوا يدولك شركات ان انت تروحي تتدربي عنهم وكده. بالنسبه عشان لنا احنا تتدربي وفقا لتخصصك. صوتي واضح؟ عشان تتدربي وفقا للتخصص بتاعك يعني. اه بالظبط، بقى في سنه ثانيه. انا مثلا بالنسبه لي الصيف ده انا خلصت سنه اولى، فاللي بعمله ان انا باخد بقى بنامي نفسي في البرامج اللي ليها دعوه بمجالي كله. يعني انا مش شرط اركز بس في جيم ديزاين، انا ممكن اشتغل كذا حاجه في نفس الوقت في الصيف. يعني حاليا اصلا بشتغل وباخد كورسات في كذا تطبيق مع بعض. نعم. وكل الصيف يعني من اوله لاخره باخد كورسات وشغاله برضو في نفس الوقت. طيب. فمش بضيع يعني الصيف لحد ما السنه الجايه كمان هم هيدوا لنا التريننج وكده. نعم. طيب سوسن، دلوقتي انت عارفه ان الوقت ده هو بيبقى وقت حرج عند طلاب الثانويه العامه تحديدا. ليه؟ علشان بيختاروا هم هيدخلوا ايه، تنصحيهم بايه؟ اهم حاجه طبعا ان هم يختاروا اللي هم حابينه. يعني فكره ان هم يختاروا بس عشان انا مجموعي عالي بقى ومستخسره المجموع وعايزه اعلى اللي هي الجامعات بقى وهي قدامي وعايزه ادخلها، بلاش الفكره دي. لان ممكن عادي واحد جايب مجموع عالي جدا ويدخل طب بس هو في الاخر مش حاببها، مش هيحس ان هو بيشتغل فيها اللي هو حاجه يعني اللي هو يعني هيتعجبه. فاهم حاجه انصحهم ان هم يختاروا الحاجه اللي هم حابينها ويشدوا حيلهم فيها بس، واكيد هيطلعوا حاجه منها. نعم. طبعا احنا بنشكرك جزيل الشكر سوسن سراج الدين، احدى اوائل الثانويه العامه دفعه 2022 والطالبه بكليه الفنون الرقميه والتصميم.